مطالبنا الأساسية، مطالبنا الأساسية ضمن كوادر الصحة والمهن الصحية، اللي هي تشكيل حكومة انتقالية، حل البرلمان، تحديد موعد الانتخابات المبكرة. يجب على الحكومة على الفور تنفيذ بأسرع ما يمكن مطالب الشعب العراقي والمتظاهرين بصورة عامة. كذلك تنظيف المؤسسات الصحية والغير صحية للمدراء العامين وغيرهم. الناس المتحزبين عليها أن تنظيفها بأسرع ما يمكن، وإلا سيكون خيارنا التصعيد السلمي بإذن الله. نعم للعراق. كلا للشرطة.